اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله ام. النهارده المطبخ بتاعنا لطيف وبسيط وحريص ان يكون فيه متناول الجميع. تفتحي باب التلاجة، تفتحي باب الادراج بتاعه المطبخ، هتلاقي المكونات بتاعتي. معانا بطاطس هنعملها النهارده بالاعشاب. الاعشاب ممكن تكون من عند العطار يابسه او ناشفه، وممكن تجيب شويه روزماري وشويه زعتر هتعمل لي شويه بطاطس ما اكلتهمش قبل كده. معانا فراخ النهارده صدور، ومعانا برغل. الاثنين هنعمله مع بعض، كفته الدجاج بالبرغل، مش كفته الدجاج بالرز او كفته اللحم بالرز، لا، كفته الدجاج بالبرغل. البرغل ده لطيف وجميل، بيخش ببعض الاكلات زي التبوله زي الكبيبه، ولكن مع الدجاج له موقف، ده ابيض وده ابيض. معانا الكنتالوب النهارده اللطيف والجميل، هنعمله سموزي. احنا ما زلنا في ايام الحر، اليوم طالع النهارده شويه فيه درجه حراره عاليه، فمحتاجين نعمل شويه عصاير ايس كريم، فخلونا نعمل سموزي الكنتالوب النهارده بالنعناع والعسل. ده عصير الرشاقه، قيمته الغذائيه عاليه جدا، وكمان الالياف بتاعته تساعد على الهضم. مش عايز اطول حضراتكم لان عندي تفاصيل في الحلقه كتير، ممكن مكوناتها لطيفه وبسيطه في متناول الجميع، بس الخبره الطهويه تفوق قمه الهرم. نشوف ازاي، ايه حكايه كفته الدجاج بالبرغل. احنا نعرف كفته الفراخ بالرز، كفته الفراخ بالبرغل بالفريك، ولكن بالبرغل، البرغل ده عارفينه يا كوبيبه يا تبوله، ده الطبيعي، او برغل بتفين اللي احنا عملناه قبل كده بالحمص، اكله سوريه لبنانيه. معانا برغل، معانا صدور فراخ عينيه، معانا فلفل حار، معانا بقدونس، بصل، ثوم، ملح، فلفل، كمون، كزبره نحط مفيش مشكله، توابلنا اللي انت من ايدك حباها مائيه مفيش مشكله، وبصل وثوم. تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي. المقادير على الشاشه لغايه لما تقولوا لي خلاص. صدور فراخ، ومعانا برغل، ومعانا شويه بهارات. هناخد الفراخ الحلوه دي الاول نقطعها كده، صدر الفرخه السمين ده. ده صدر ديك رومي ده، بسم الله ما شاء الله. هنقطعه كده مكعبات. فرخه متغذيه على الغالي، هنقطعه كده مكعبات. على فكره الاكله دي كمان بتناسب الاطفال والكبار. ليه بقى؟ سريعه المضغ، سريعه الهضم. الاولاد ممكن يقولوا لك يا ماما انا مش باكل الفراخ. في ولاد يقول لك مش بحب الفراخ، بحب اللحمه، طالع لباباه متربع على الغالي. هتحطوا له الفراخ دي مع برغل مع شويه بهارات، لو هو بقى شاطر يعرفها، بعد ما يستطعمها يقولوا له يا حبيبي انت اكلت فراخ على فكره. عادي بقى. عجبته هيقول لك يا ماما اعمليها لي. حلو، هناخد الفراخ زي ما هي كده نحطها في الخلاط. حلو قوي. ايه الجديد يعني؟ وقرن الفلفل الحار ده كده عشان محدش ياكل منها غير جوزك. نحط البصلايه الناعمه. حط الفص التوم المحترم. طالما قطعت الفراخ بالشكل ده كده، حط بقيه الخضار متقطع عشان تسهلها على الخلاط الفرم. شويه البرغل. نيجي للبرغل ده، انا عايز اتكلم عنه بصراحه لان كتير بيسالوا عليه. يا شيف مغاز، البرغل لما بنحطه في الكفته بيبقى ناشف. البرغل لما نيجي نعمل بيه الكوبيبه ما بيديناش الحاجه اللي احنا عايزينها. البرغل ده ذات الياف متعدده، في كده خيوط عنكبوتيه عامل زي العنكبوت، لما بيتبل ويتصفى من ميته ونحطه على جنب، تدخليه في كوبيبه يعدل لك عدلها ويخليها لك زي الفل، تدخليه في كفته يقوم بدوره زي الحلاوه. الالياف اللي فيه والعنكبويات اللي فيه مفيده جدا. يعني ايه يا عم الشيف؟ يعني بيطلع منه الياف حلوه جدا على فكره، بس اهم حاجه انك تغسليه، وبعد ما تغسليه تصفيه من الميه بتاعته، ما تغسلوش بميه سخنه، ميه عاديه من الحنفيه خالص. مره اتنين تغسليه كانك بتغسلي الرز، وبعد كده صفيه وخليه على جنب. احنا حطينا شويه بايدينا اهوت، يعني تقريبا كوبايه بعد الغسيل والنعم. هتبقى تعمل قد ايه لو احنا عملناها؟ تقريبا ربع كوبايه، يديكوا نص كوبايه او كوبايه الا ربع. كل المقادير دي مع بعضها من غير توابل هنخلطها في الخلاط زي الفل يا عم الشيف. بسم الله الرحمن الرحيم. We'll be right back.
اسفين لي الازعاج. بص على الشكل، ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه اللي في قلب الكبه دي؟ فيها مكونات ثوم، بصل، برغل، صدور فراخ. لغايه دلوقتي ما جبناش سيره لاي توابل. حلو الكلام. اول حاجه هنحطها سنه شبت صغيره مع سنه بقدونس كويسه او سنه كزبره خضراء. ليه يا عم الشيف؟ البرغل من البقوليات او منتجات القمح الصلب اللي بيطلع منه برغل خشن وناعم، فنتيجه التخزين بيبقى فيه ريحه عامله زي الفريك كده. فانا لما احط كزبره وبقدونس وشويه زعتر بيشيلوا لي الشماخه بتاعته دي. بابريكا، شويه كمون، شويه كركم في قلب الكبه، وحطيت التوابل في المرحله الثانيه من الفرن مع الملح والفلفل زي الفل، ونخلط المقادير دي كلها مع بعضيها. بسم الله الرحمن الرحيم. اوعى تحطي زيت ولا زبده. ايه الصورة الحلوة دي؟ مخرجنا الشاطر ده، ايه الجمال ده؟ من العمق، ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ أنا ما شفتش قبل كده والله زي كده. شفت التفاصيل اللي على الشاشة دي؟ افتح. أوه حاضر يا فقاهي. الله، ايه الجمال ده؟ التوابل هنا خلت الفراخ مبهرة. ناخد الخليط ده كله مع بعض ونحطه في قلب الكسرولة ونشوف بقى، عايزة تاكلها مشوية ولا مقلية؟ حسب الرغبة. مقلية حاجة كده بتتعمل بوفتيك. مشوية ده موضوع تاني. فانا هعملها دلوقتي بطريقه سهله ونشوف نعملها ازاي. عملت انا حفله على ايه؟ صدر فرخه مع شويه برغل. بس تعالي بقى روحي مطعم مش هتلاقيها. روحي اي مكان حابه تاكليها بالطعم ده مش هتلاقيها. مش هقول لك ان انا يعني انا الفارس الوحيد اللي عملها، لا خالص. الطعم هنا بين ايدك انت على فكره. عشان بس نتكلم عن التفاصيل يعني. المخرج بيسالني بيقول لي حطيت ميه ليه في الخلاط والخلاط شغال. دي مية مبردة، مية ساعة. البرغل بيحبها لما نخلطه مع الكبيبة أو مع فراخ، لأن البرغل عنده شوية تناكة. يعني إيه يا عم الشيف؟ ما بيطلعش المخالب بتاعته ولا قوته ولا شطارته غير مع المية الساعة. شفت العجينة؟ طالما العجينة علمت مكان إيدي كده بالشكل ده كده يعرف إن هي إيه، واخدة حقها في كل حاجة. بص التقليبة دي أهي أهي، بص أهي أهي أهي، هي دي بقى أهي زي الفل. توابلها تمام، البرغل تمام، صدور الفراخ تمام. هنبدا نشتغل مع بعض دلوقتي واحنا شغالين كده نعمل حاجه لطيفه قوي. نحط شويه زيت على البلانشه بتاعتنا دي. بسم الله. ونقلبهم بايدينا كده. الله. نعم. تدفع كام؟ مخرجنا بيقول لي حطيت زيت ليه على البلانشه؟ ده موضوع يطول شرحه ده. يطول شرحه. حلو. عشان ما تلزقش في البلانشة يا شفي. يعني بص بالبداهة خدها كده. أنا بحط على بلانشة، هشيل الفراخ دي من على البلانشة بعد كده كأن ما تحطش عليها حاجة خالص. عايزة تعمليها زي داوود باشا أنا معاكي. تعمليها زي البرجر أنا معاكي. الأكلة دي بتناسب الأطفال، الرياضيين، كبار السن، كل أفراد العائلة تمة. وغير مكلفة. صدر فرخة، ما جبتيش الفرخة كلها، مع شوية برغل، كيس برغل من عند أي بقال، هتاخدي منه نص كوباية، اغسليهم مرة واتنين وتلاتة، بعد كده سيبها لمدة ساعة على جنب، ساعتين مفيش مشكلة، تلات ساعات مفيش مشكلة، أكتر من كده حطها في التلاجة، يقعدوا معاك لتاني يوم. هتخلطيهم مع الفراخ زي ما انا عملت كده مع بقيه التفاصيل، بصل وتوم بهاراتك،
وخبرتك الطهوية بقى ومتابعتك للشيف المغازي عملنا كفتة تكفي العيلة وقرايب العيلة والجيران. كام واحد دول طلعوا معايا؟ ثلاثة وثلاثة ستة وثلاثة تسعة وثلاثة اتناشر، يعني كفوا العيلة والقرايب. معانا طاسة شديدة الحرارة على النار، حلوة أوي الكفتة، شكلها حلو على الشاشة. جميلة، تستاهل الدلع. نعم يا غالي. حاضر، عينيا. عايز اشوف البطاطس اخبارها ايه. دلع لي الفراخ دي الله يكرمك عشان تعبت عليها والله. عايز اشويها بمزاج كده، خلي بالك. انا عارف الصوره مش عاجباك بس انا خليها تعجبك، وانا عارف انت عايز ايه. مخرجنا الجميل يحب الدلع، يحب ان انا ايه اروق عليه. واشوي الفلفل ده معاه على فكره، حلو. نشوي الفراخ يا رجاله ونطلع فاصل، حابين ايه قولوا لي. نكمل؟ يلا نكمل. حاضر، شويه زيت على النار في قلب الطاسه الحلوه دي كده، سخنت معايا، انا عايزها تسخن جامد، حلو. واخد الفراخ دي كده بشياكه، اهم حاجه الكفته دي تنزل على نار شديده. ليه يا عم الشيف؟ عشان ما تنزلش الفليفر بتاعها والبرغل ما يفكش مني. فكره بالظبط قلي الكبيبه، ما ينفعش تقلي كبيبه في زيت بارد زي بلح الشام مثلا، لازم يتقلي في زيت بارد، لازم ينزل في زيت سخن. هناخد الكفته كده واحنا واقفين مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. حط الفلفل ده كده، الله. ايه الحلاوه دي يا عم، ايه الجمال ده. عجبك الفلفل؟ انا في قلب النار، انا عارف الحاجات دي بتعجبك. تاخدش اكتر من كده، بنهزها هزه. اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده. وانا شغال قصه. عينيا، طلعك احلى فاصل بعد الهزه دي بالله عليك. خلينا ناخد بعدين نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف الابتكار الطهوي ازاي باقل تكلفه ممكنه، ازاي بمشترياتك القليله جدا، ازاي ما تصرفيش في المطبخ بتاعك الحلو ولكن تعملي اكلات لها طعم تاني ولها مذاق. فيها ناقصه كوليسترول، يا ناقصه زبده. بص يا ست الكل، دي صدور فراخ نسبه الدسامه فيها اعتقد زيرو، صدر فرخه متشاله الجلده بتاعته، فراخ بيضه ما فيهاش اي نسبه دهون تقريبا 20%. لما انا ادعمها بحته زبده حلوه، معلقه سمنه حلوه، مطبخ الزمن الجميل، معلقه سمنه على وش شويه رز، الشماخه والشخصيه، انا حطيت شويه ايه الصوره الجميله دي. الصوره دي عايز اكلها كده وهي لسه ما استوتش. هناخدها زي ما هي كده يا عم الشيف وندخلها الفرن في درجه حراره 180 عاليه جدا. محضر الفرن مكانها فين؟ على الشبكه مكان البطاطس، وندخلها الفرن تكمل سواها. بص عليها كده مخرجنا الجميل، اهي بتتهز في قلب الطاسه. وجبنا الخلاصه، يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم، في قلب الفرن. ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده. لا مبدع، ابهار. الزبده على وش كفته الفراخ بالبرغل هيديها رونق، هيديها لون ذهبي لطيف وجميل. هتنزل، ممكن نعمل بالبهريز ده شويه صوص نقدمهم معاها حسب الرغبه. نطلع الكفته يا غالي، حلو الكلام. تعالوا نطلع الكفته. نعم، نعملها تورتايه. حاضر يا استاذه ريحان، حاضر. ايه الجمال ده، ايه الحلاوه دي. عاجبك انت الفلفل الحار اللي في قلب الكفته، بتكيف انت. حاضر، عينيا، هغرفها لك دلوقتي، هدلعك. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ده انا بص اغرفها بمزاج يا راجل. يا طيب تلزق بس فين يعني، انت كده 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 يعني واخد بالك. ينفع انا اتدخل في شغلك؟ بيقول لي زمانها لزقت في الصينيه في الطاسه. انا معاك اهو، والله لزقت
هنقول لك شد الستار، ما لا زايد شيء هنغرفها. هنروح من بعض فين؟ انا ونصيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. تاخد الفلفل ده كده. ده انا عاجبني اول قرن الفلفل ده على فكره. نفسي تكون قافله ولا حاجه أطمى منه، ولا هنخلي حاجه في الصينيه. يا راجل ده هي طالعه من الصينيه قبل ما اقرب منها، بتقول انقذني. بص 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 بص، شيل لك اتنين مع بعض. حاضر. بسطت انت، انا عارف دايما يفرح في الحاجات. بيقول لي امان، اتحرقتش، لزقت في الصينيه. طبعا خايف عليا الراجل الطيب يعني. كفتة الفراخ بالبرغل. فك البرغل؟ لا. ايه هو البرغل ده؟ منتجات القمح الصلب، بيطلع برغل خشن وبرغل ناعم. الخشن بيستخدم في المطبخ في الاكلات مع فراخ مع طواجن، الناعم في التبولة والكفتة اللي انا عملتها. نعم يا غالي. حاط في عيني. يقول لي انزل بالبيون ده عليهم، هو عايز يشوف حاجه حلوه نازله زي العسل كده. اهو حاضر حاضر يا غالي. يا سلام لو عندك شويه شعريه بقى، تنزل بوم في التحميره دي وتعمل شويه شعريه مكان الكفته دي. بيعمل الكلام ده، خلي بالك، خليك احسن مني انا. شويه شعريه حمرهم في قلب الصينيه دي، شويه شعريه هتاكل صوابعك وراها. تعملها ازاي؟ حاضر يا اختي. هتجيب الشعريه تحمريها في قلب الصينيه مكان الفراخ. حلو. يكون عندك شويه ميه مغليين، شويه البهارات ما تكتريش لان الكفته فيها بهارات والجوس ده فيه بهارات، فتحط الملح بس تظبطيه. وهتاكل شويه شعريه ما اكلتهمش في اي مكان في الدنيا. ليه؟ لان مش كل الناس هتعمل كفته فراخ ويطلع منها الجوس والطعم ده اللي عجب المخرج، وفي الاخر تعملي بداله شعريه. في حلقتنا النهارده بساطه سهوله مرونه، اتكلمنا فيها كتير، ده المطلوب. أنا وقتي 45 دقيقة 48 دقيقة على الهواء، مفيش ثانية بخليك تروحي مني في أي مكان ولا تسرحي ولا تتكلمي مع حد. الريموت كنترول اللي بتفتحي بيه القناة الأولى كل يوم الساعة 1 لازم تبعديه عنك خالص، لأن معايا في الساعة دي ما ينفعش تسرحي ولا تفكري في حاجة غير في البرنامج بتاعنا أكلة أمي، الزمن الجميل والبركة بأقل تكلفة ممكنة، بنعمل اللي نفسك فيه بابتكار طهوي بخبرة طهوية تفوق قمة الهرم وبثقة عالية جدا. رؤية فن إبداع بتشوفوا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو. We'll be right back.